البطاطس اللي بالرز دي كانت احلى حاجه انا بحبها بجد، طعمها حلو قوي. فاهمه ازاي؟ اهي تتعمل جنبها شويه طماطم محدقه كده وشكرا. بس انا البطاطس بقى حلاوتها ان امك تقومي واخداها وتقطعيها عندك مكعبات صغيره ونديها تحميره كده بسيطه جدا. نقطعها عندي مكعبات اهيت. بس الصلصه بقى ما بخليهاش نايف نايف بصراحة، يعني بروق الصلصة بتاعتها قوي. هقول لك ازاي دلوقتي. ادي البطاطس اهيت، وهنجيب الطاجن هنديله معلقة سمنة كده وندخله عندنا الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال ننزل عندنا البطاطس. لما الزيت يبقى سخن كده بعمل الحركة دي وبنزل كده اهو، شايفة؟ سهلة جدا كده، وهو بتقومي عاملة كده، وده أفضل حاجة عشان تظبطي معاكي الإيه، تظبط معاكي الدنيا أهو كده، ومفيش حاجة تيجي عليك ولا أي حاجة. كده ده أول حاجة خالص، شوية زيت صغيرين جدا محطوطين مش كتير أهو. هنبدأ ننزل فيهم البطاطسين اتنين المكعبات ونبدأ نديهم تشميع كده وتحميرة بسيطة. طب ليه بعمل الحركه دي؟ عشان لو انا خدت البطاطس وعملناها نايف نايف ساعات بتطلع البطاطس مهروسه قوي وبتبقى معجنه مع الرز، فانا عايز اعمل الايه معادله تكون حلوه. حله هنا بقى على النار، نقوم واخدين ايه يا باشا بقى، معلقه سمنه كده حلوه او شويه زيت، واقوم واخد عليهم ايه بصلتين اتنين كده مفرومين، صباح العسل. وبعد كده بقوم حاطط عندي مكعب مرق عليهم على البصل، واديها بقى ايه التقليبه. اكله دي جباره، عشان كده هنعملها كده لوحدها كده قرديحي، ولا تحط فيها فراخ ولا تحط فيها لحمه، وهنطجنها كمان ونحط الطاجن فين في الفرن. الطواجن لو عندك طاجن خشن اللي هو ما يبقاش عليه جليز من هنا، ده اللي ما يبقاش فيه لمعه، ده احلى احلى واحلى. انا عندي اصلا كنت اشتغلت بيه. طب لو هو عندك الخشب بتعمل ايه؟ بتحط فيه لو عندك حته ليا بقى او حته دهنه كده بتقومي عاملاه كده ودهناه وتدخليه الفرن. لكن الجليز ده اللي هو اللمعه دي لو موجود عندك في الطاجن ما بيخش الفرن او ما بيسخنش. ادي البصلايه خليها تتحمر براحتها، وناخد عندنا ايه كام طماطميه كده حلوه نضربهم في الخلاط، طول اداء وريحتهم حلوين قوي. نحط عندي شويه ميه صغيرين في هنا مع الطماطم. كده اهو نقوم مصفيين الطماطم. يا سيدي المحل قصب. ها بعد كده انزل يا باشا فين بقى؟ هنا على البصلايه الجميله المحروقه ديت، اديله. انا بقول لك اكلك طاجن النهارده عالمي. وبعد كده بقى ايه شويه الميه اللي باقيين دول نقوم حاطينهم كده هوب، نقوم نضيفينهم على البشره، معلقتين اتنين صلصه طماطم، شويه كمون صغيرين اديله. لا ما هو الاكل بقى الحاجات الجميله ديت بقى لازم تتدلع، شويه الملح ونقلب واسيبها بقى شويه كده حلوين تتسبك مع بعض. ماشي. عندي ايه بقى تاني؟ اللي هو بتاع نص كيلو من الرز المصري ده اللي هنبدا نطجن فيه الحاجه. البطاطس خلاص يا باشا، بص يا عم حمدي روقت معايا اهيت، مع شويه زيت صغننين قوي نقوم مطلعينها وحاطينها على منشف مطبخ اهي.
ادي عندنا البطاطس يا باشا والطاجن بتاعي جاهز. ناخد الفرشه وادهن الطاجن ده حلو قوي عشان يبقى كده جاهز. ايه معايا الرز مغسول ومنقوع 10 دقايق. حلو، مش 5 دقايق، 10 دقايق. ادي الرز المصري مغسول ومنقوع 10 دقايق، وبعد كده صفيناه من الميه كويس جدا. بقى عندك بالشكل اللي حضرتك كده ايه شايفاه. نبدا نعمل ايه بقى؟ بقوم واخد عندي الرز حاطينه هنا في الطاجن، البطاطس الجميله المتحمره عليها. انا بقول لك هتاكل الطاجن ده هتتبسطي قوي. وبعد كده نقوم ايه واخدين عندنا ده اللي هو اللي هسقي بيه بقى الكلام ده كله. اهم حاجه تخلي البصله محروقه كده عشان تخلي طعمها حلو قوي. واديها تقليبه كده، وممكن نسيبها يعني ما اسقهاش غير لما ارجع من الفاصل. فاهم ازاي؟ يعني هدي كده تقليبه لديت الاول. كده جاهز ايه معايا اللي انا هسقي بيه اللي هو البيون اللي انا عملته او الصلصه اللي احنا عملناها، بس تبقى خفيفه. يعني لو احتاجت ميه سخنه تاني واضيف لها ميه سخنه عشان اسقي بيها الرز ده ونطجنه وندخله عندنا على طول على الفرن، فتاكل حاجه طعمها حلو. البطاطس حمرناها بالشكل الجميل ده عشان انا لو حطيتها مكعبات لوحدها بتبقى بتتهري معايا، ما بتبقاش حلوه. الرز نقعناه، غسلناه ونقعناه 10 دقائق، تمام؟ واي رز قلت لك اهوت انا مسؤول عن كلامي، اي رز مهما كان هو ايه لازم يتغسل، حتى لو مغسول بالتجفيف لازم يتغسل. فاهم ازاي؟ انا دي معلومه واخدها على فكره من صحاب مصانع رز، يعني فاهم ازاي؟ وايه وبراند كبير على فكره، يقول لي مهما كان الرز لازم يتغسل. ففي ناس تقول لك ايه لا الرز ده ما بيتغسلش وده ما بيتغسلش وده، يا جماعه اي رز هتجيبيه لازم يتغسل حتى لو مغسول بالتجفيف. اضمني الحاجه بتاعتك وصحتك وصحه اولادك ليها بالدنيا. فاهم ازاي؟ فانت اغسلي الرز بتاعك ونعيه لمده 10 دقائق، وبعد كده ابداي احطيه مع البطاطس. الصلصه دي حرقنا لها بصلايه كده حلوه، حطينا لها عصير الطماطم وميه ومكعب مرق، شويه ملح، شويه فلفل، وشويه كمون. بس. نقفل عليها خلاص كده. بعد ما غلت معايا نبدا نسقي بيها الطاجن الجميل ده. اهو يا عيني. اسيب شويه كده اقلب واشوف الدنيا ماشيه ازاي. لازم كده يديله تقليبه. زي ما بظبط الرز العادي اهو. نحط شويه ميه سخنه كمان. تحفه، حبه جدا يعني الطاجن ده عشق. بالذات بقى بيتحط في الافران كده ويطلع بقى ايه بعد ما يستوي ياكله بالهنا والشفا. ها يلا على الفرن بسم الله، هنبدا نسوي. ما شاء الله الطاجن كان هياخد الشركه وينزل تقيل. تمام اهو، اقفل عليه يا باشا براحته بقى. درجه حراره 200 على حاجه يعني عادي، هيستوي هيبقى زي الفل وما تغطوش بحاجه، سيبيه كده عشان بيبقى ساعات في حروقه كده من فوق انا بحبها جدا. الله الله الله، لا الطاجن ده بتاعنا يخصنا انا بقى. تقول لي تحب ايه في حياتك بقى اقول لك الطاجن ده والحروقه اللي فيه الجميله من فوق ديت. بص عامل ازاي، بص يا حمدي، بص يا حمدي الحلويات، والله حلويات معجن ولا الهوا، مفيش حاجه يا باشا معجنه. بص مفلفل اصلا من نوع البطاطسايه هتلاقيها زي ما هي سليمه. بص جيب من تحت يا حمدي كده اهو، بص يا باشا شويه الرز عاملين ازاي. اه لا لا ما شاء الله، ملح وكل حاجه مظبوطه جدا. انا بامانه عايز ايه ندوق كده اهو. الله الله على طعم زمان، طعم زمان الرز تحفه. المشا دي
تعرف ان الرزايه اللي كانت بتقليه بتقف فوق فمقرمشه معايا، لكن اللي تحت كله